وطبعا زي ما الستات برضو بيهتموا ببشرتهم وبشعرهم وبالحاجات الكتير قوي دي، برضو الرجاله من حقهم يكون لهم مراكز تجميل عشان مش هما بس اللي حلوين يعني. فاحنا النهارده معانا خبير التجميل وصاحب مركز تجميل كازانوفا، استاذ محمد زردي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بك عامل استاذه، ايه؟ اهلا بك يا منور استاذه الدنيا كريستيانو، كلها. ده نورك والله. وحابب في البدايه اهنيكم بالبرنامج الجميل ربنا ده، يخليك ميرسي حبيبي يا رب. ميرسي وتواجدي ازيك، معاكم ده اضافه ليا، ده شرف يعني لينا، اتحط شرف عندي في السي شرف في ان لينا انا اكون موجود مع كريستينا ومع احمد الحضري، ده حبيبي، شرف كبير نورتنا جدا. جدا. ربنا يخليك ليا والسيزون ان شاء الله ناجح ان شاء الله. وبرنامج يكسر الدنيا ان ان شاء شاء الله. الله ان يا شاء حبيبي، الله نور الدنيا كلها. حبيبي. طب في البدايه بقى نحب نعرف يا استاذ محمد، ايه هي الـ ايه هو المركز بتاعك، عباره عن ايه، وكلمنا عنه شويه. مركز تجميل كازانوفا ده موجود في حصة شبشير طريق طنطا المحلة كيلو 9. تمام. المركز عندي بيقدم كل ما هو يخص الشعر والبشرة. مشكلة في الشعر بنقدر نحلها، مشكلة في البشرة بنقدر نحلها. موجود في التراسونيك، هاي كوانسي، تقشير ماسي، دايموند، موجود في فيلر، موجود في ترميم للشعر، موجود في بوتوكس، موجود في بروتين. كل ما العميل ما ما شاء الله، هيتمنى اي حاجه هو الراجل هيلاقيها بقى موجوده بيعمل كل عندنا. الحاجات دي؟ طبعا طبعا. ايه ده طبعا الحلاوه طبعا. لا دي؟ مش من حقنا ولا بص ايه؟ استاذه كريستيانو كريستيانو، دلوقتي في النقله اللي احنا اتنقلناها دي، المينتاليتي اتغيرت، الكالتشر كمان اتغيرت، حقيقي. بقينا باصين لدول اوروبا اكتر. هم. اي حاجه بتنزل هناك وبيستخدموها بتيجي اوريدي عندنا بتجن، طبعا. اوريدي بنشتغل بيها، حلو جدا، واوريدي العميل بيجري عليها. دايما اكيد العميل بيحب الجديد اكيد بس طبعا. وبيدور كويس على ما شاء الجديد الله ويشوفه فين. ان انت داخل في المجال ده وجايب كل الحاجات دي. يعني الراجل دلوقتي في المركز بتاعك بيخش يطلع حاجة تانية، زي ما بيقولوا، بالظبط زي ما بالظبط، الست بتخش عند الميك اب ارتست برضه بتطلع واحدة وده تانية. حقنا بالظبط. كرجال يعني. هم طبعا فهو يعملوا الميك اب حقكم طبعا، والشعر، واحنا كمان حقنا برضو نتدلع، صح؟ طبعا طبعا حقكم. طبعا. قولي يعني بقى ايه اكتر حاجه عندك فيها اقبال في المركز؟ لا صوت يعلو فوق صوت البوتوكس، الفيلر، ترميم الشعر، حلو. اشمعنى بقى؟ البروتين، هو الصيحة، حلو. هو الموضة، طب انا هو عندي اللي سؤال ماشي رخم، دلوقتي. اتفضلي. بيعملوا بوتوكس فين؟ بينفخ بوتوكس ايه؟ الشعر؟ لا لا لا، الشعر، في لا بوتوكس اه شعر وفي بوتوكس بشرة. بوتوكس البشرة ده دكتور تجميل خاص بالبشرة. ايوه بوتوكس ايوه الشعر ده متخصص، لازم يكون حد برضه بروفيشنال بيعرف اكيد يشتغل بيه. اكيد، برافو بالظبط. علينا، حلو جدا. حلو جدا. معنى كده ان حضرتك عندك دكاترة مختصين بيشتغلوا في المكان؟ ممكن في تصاوت الشعر في حد انا على ثقه بتعامل معاه، حلو. تمام. في اي مشكله في البشره ما تكون زايده عن الامكانيات اللي موجوده عندي، عشان انا الشفافيه لازم تبقى اهم حاجه، اكيد طبعا. وثقه العميل لما بتجيلك مش شفافيه، بالظبط. فانا لازم اكون بتعامل معاه بشفافيه. ازاي؟ هو جاي لي بمشكله كبيره انت عندك في الحل بس ممكن بشرته. مش نفس المكان، ممكن انت توصفه بالظبط المكان بالظبط كويس انت بالظبط واثق فيه كويس. بالظبط، واثق فيه، فبنتعامل، بنعمل كونكت بيننا وبين بعض حلو. ان هو يفيده في النقطه دي وانا اكمل عليها. بالظبط. تمام. تمام. فبنتعامل والحمد لله دايما بنمشي ورا احدث دايما في حاجه، نجاح يا ودايما رب، في دايما في نجاح الحمد لله دايما في تقدم ان شاء الحمد الله. لله. برافو. الحمد لله. بس يعني ما شاء الله عليك، انا مبسوط بان يعني في ناس بتهتم بالرجاله زي ما في كتير قوي بيهتموا بالستات. حب لا ده جميل. حب. انا طبعا انا بص انا مبسوط، اصل البرنامج اسمه الراجل ولا الست، تمام لازم نتساوى، تمام صح ولا ايه؟ صحيح صح فعلا. فانت يعني هي لازم تقف معانا بقى. الفكره هو حب، انا بحب شغلي جدا برافو. فدايما ببدع فيه ودايما بدور على الجديد فيه، ودايما يعني حتى لو ما فيش جديد في السوق انا بقى اصنع عندي جديد في المركز. أكيد. يعني ممكن اعمل تركيبه ماسك، اعمل احط تركيبه فرد على فرد تانية واطلع بيه. ده طبعا خبره أكيد أكيد. بقالي سنين في المجال برافو عليك. وبجربها مره واثنين وثلاثه، بحيث ان انا برضو ما افقدش ثقه العميل. برافو. لو هي ما مشيتش معايا بشكل كويس بوقفها فورا. حلو. انت بيجيلك طبعا عرايس يعني عرسان طبعا رجاله، وطبعا بتلاقي الموضوع معقد شويه، عنده بقى تفاصيل طبعا وشعره وكده. طبعا. طيب انت طبعا العريس بيبقى عاوز يطلع نجم، طبعا. فانت ايه باكجاتك للعرسان يعني؟ في عندي العريس طبعا زي ما هو اهم واحد في اليوم ده، وسط اصحابه وسط اهله وسط جيرانه في المكان المحيط بيه، فاهم واحد عندي في الليله دي هو العريس. اكيد فدايما ان شاء بديله الله. اهتمام زايد شويتين ثلاثه حلو. كذلك. يعني مثلا ممكن تقول له مثلا هنعمل 1 2 3 علشان تطلع باحسن صوره، طبعا اللي هو بقى ايه 1 2 3؟ ممكن مثلا لو انا شايف ان شعره محتاج بروتين او بوتوكس او كده بديله. حلو جدا. يعني حتى لو البدله،
لو البدله بتاعته محتاجه موجوده عندي في المركز. يعني انت ما شاء الله كمان بعيدا عن الشعر والبشره موجود. انت بتهتم كمان بالبدل طبعا ليه يعني موجود برضو بدل، بدل سواري، بدل فورمال، بدل اطفال. ده انت صارف ومكلف بقى طبعا. لا هو ما شاء الله المركز كبير يعني، المركز ما شاء الله احنا شفنا الصور بتاعته، المركز كبير. طيب قولي بقى ايه اخبار الاسطات الجديده في السيزون ده يعني؟ بصي اللي مكسره معاك الدنيا، الحاجات اللي واقفه دي. طيب كله طيب هو مبدئيا في كذا قصه، في عندي لافارول، في عندي رجعت تاني بشكل بسيط السبايكي، في عندي الكيرلي. بس الكيرلي هنا بقى ممكن حد يجي لي شعره انسيابي وناعم يقول لي اعمل لي كيرلي، ما في قصات كتير جدا تانيه تمشي معاك وتبقى كويسه مع شعرك وتليق مع شعرك عن الكيرلي. ما شاء الله عليك، يعني انت لما حد بيجي وانت شايف ان هو مش لايق عليه الحاجه دي بتروح مغير له، تفهمه ان دي مش هتليق عليه، انا ممكن اعمل لك حاجه احلى، وهو بيقتنع. هو الفكره هنا ان انت بتتعامل او احنا بنتعامل بحرفيه شويه. ما شاء الله القصات تحفه يعني، شغاله عماله تتعرض. شهاده تكريم احنا هنتكلم عنها دلوقتي. ده التكريم. بنتعامل بشكل بروفيشنال شويه. ازاي؟ يعني في 7 فيسز، دي الاشكال بتاعه الوش. ممكن عميل يخش لي يقول لي مثلا اعمل لي القصه دي، فانا بشوف مثلا وشه بيضاوي، وشه مستطيل، وشه مربع، وات ايفر يعني. ما شاء الله ده فببدا اختار القصه. ما شاء الله هو فاهم، بيريح بصراحه يعني. انا بقتنع جدا بان اللي فاهم في شغله أكيد. بيبقى احسن بكتير من اللي بيعمل سبوبه وخلاص. يعني هو كمان في حاجه يعني، هو لو العميل دخل وقال لي اللي انت شايفه اعمله، هو بيحط لود عليا اكتر اكيد، فبضطر اشتغل اكتر على نفسي، واقدر بحاول قدر المستطاع ان انا اطلعه لحاجه بروفيشنال جدا، وبحاول ان انا يعني اكون عند ثقه العميل. برافو عليك. ايه بقى موضوع شهاده التكريم اللي انت خدتها دي؟ ده شهاده التكريم طبعا بشكر استاذ محمود السرسي ومدام كوكي السرسي، ده ايفنت خبراء فن التجميل. جميل. والحمد لله حصلت على ملك الايفنت ما شاء الله. فالحمد لله ده بشكر طبعا استاذ محمود واستاذ كوكي. دايما في نجاح، دايما في نجاح حبيبي، دايما في نجاح يا رب. طيب انت وانت بتتكلم دلوقتي مع احمد كده قلت على وصفات انت بتعملها، كلمنا اكتر عن الوصفات دي، والوصفه السريه بتاعتك اللي انت حكيت لنا عنها كده، قول للجمهور بتاعك عليها. دي اللي الخفي دي بقى، اللي هو الخفي ده حصري بقى، ده حصري. ايوه دي عندنا احنا بس، ده عندنا احنا بس. ده اللي هو الخفي ده انا من سابق في الكلام وقلت ان انا لو ما فيش جديد انا بحاول اصنع عندي جديد بالظبط، بحيث ان انا دايما ابقى في تطور. فاللي هو الخفي ده تركيبه فرد من اختراعي، من اختراعي، مش موجوده في السوق. انا فرد زي البروتين، زي البروتين وزي البوتوكس. حلو، ايه الفرق بقى بينها وبين البروتين مثلا؟ والله هي الفكره ان بتبص تلاقي بيديك الفوليوم بتاع الشعر بيبقى اعلى. حلو. تبص تلاقي ترطيبه الشعر بتبقى افضل. حلو. تبص تلاقي تغذيه الشعر كمان ما يبقاش هايش، ما يبقاش يعني مغذي، مش بس طبعا فرق. معالج طبعا. طب انا استنهز الفرصه بقى وتعمل لنا اوفر كده على اللهو الخفي، اي حد جه من البرنامج يعمل لهو خفي عندك يبقى ليه اوفر. انا اوفر ليه من غير اي حاجه عشان خاطركم طبعا. ربنا يخليك. لا هتبقى نسبه عشان برضه يعني ما نجيش عليك. لا لا هو ما تقلقش، هعمل مع الوقت. خلاص اتفقنا والكلام ده متسجل حبيب طبعا، قد كلمتي انت عارف. اي حد يا جماعه يعوز لهو خفي يروح على طول، ما يقلقش خالص ان شاء الله. طبعا بقى المده بتاعت اللهو الخفي بتكون برضو اطول شويه من البروتين. بص برضو عشان اكون واضح وصريح في كلامي، انا بحاول ان انا ما اذيش الشعر، لكن الفتره دي على حسب استخدامه. وانا هنا بنصح اي حد بيتعامل بلهو خفي، ببروتين، ببوتوكس، بفيلر، يا جماعه بعد اذنكم بلاش الحاجه القليله في السعر، بلاش تجرعوا دي. دايما اتعاملوا في الحاجه الموثوق بيها، البراندات، براند كويس، وبرضه عند متخصص. واضيف ليكم بحكم خبرتي في المجال، ارجوكم يا ريت تتعاملوا بمجموعه عنايه للشعر. اي حد هيفرد او اي حد هيعمل ترميم يا ريت يشتغل بمنتجات العنايه، لان هي دي الغلاف اللي معمول على الشعرايه من الفرد، هو ده اللي بيحافظ عليه وبيقعده فتره اطول وبيعوضه الزيوت الطبيعيه. يعني ايا كان، سواء كان اللهو الخافي او البروتين، لازم يعالجه ويهتم بيه اي حاجه المجموعه بتاعته، والشامبو والبلسم والحاجات بتاعته. مش شرط حمام كريم، شامبو بلسم على الاقل، المهم لازم يكون موجود طبعا. وده لاي حد سواء كان عريس او غاضب، راجل او ست، راجل او ست بس كده. برافو عليك بجد، احنا مبسوطين جدا جدا انت معانا. انا انبسطت جدا من الحلقه عشان انا حسيت انها محايده،
وانها فيها العنصر الرجالي والعنصر الانثوي ما هو لازم وكله طبعا كده الراجل حلو جدا ميكس. كله مرضي طبعا النهارده طبعا راجل راجل طبعا طيب انا عارف ان الموضوع مش منتشر وان انت ما شاء الله يعني منفرد بالموضوع ان انت تهتم بكل التفاصيل دي فيعني انت شايف ان في ناس منافسين ليك مثلا بيقلدوك شايف ان انت مثلا ممكن يكون لسه ليك تارجت عايز توصل له انا طبعا لسه في تارجت وتارجت لا انا طموحي عالي شويه انا مفيش حاجه ناقصاني بس الناقص عندي بقصد في الماتيريال بتاعه الشغل بس عندنا لا لسه كتير حته المنافسه انا ما اقدرش اقول حد بينافسني او حد مش بينافسني او انا اللي على الساحه او انا مش عارف فلان بيقلدني او ما اقدرش هو العميل اللي بيحكم انا قصدي يعني انت ممكن يكون مثلا عندك تارجت عايز توصل له وليكن مثلا في مثلا مركز فلاني عنده مثلا حاجه انا برضو حابب ان انا اوصل لها والله انا مش عايز بس اوصل لحته الغرور انا لو هو خالص. لو هو يعني مثلا المركز الفلاني مش هقول ابقى زيه هقول احسن منه فدايما انا هو ده الصح على فكره ده مش غرور بالعكس اي حد ناجح لازم انا دايما دايما باصص للاعب دايما طموحي عالي شويه بنشكر يعني حضرتك إن شاء الله جدا جدا جدا, جداً يا استاذ محمد على الحلقه الحلوه دي وفعلا افادنا الجمهور واخر كلمه بقى تحب تقولها للجمهور تفيدهم بيها او تنصحهم ان هم يعملوها ويهتموا ببشرتهم ايه هي بالنسبه للرجاله بقى يعني احنا قلنا هو الستات احنا بنتكلم في الرجاله النهارده عموما خلونا نتفق ان الراجل في الشعر والبشره زي الست بالظبط تمام الشعر هنا في الست زي الشعر بتاع الراجل بشره الست زي بشره يعني محتاجين يا جماعه يعني تهتموا ببشرتكم وتهتموا بشعركم زي ما احنا بنهتم بالظبط انتوا اللي مقصرين عشان بيرجعوا يقولوا الستات هم اللي لا ده دلوقتي احنا عديناكم شويه نورت الدنيا نورتنا ان شاء الله كده اشوفك انجح الناس وتوصل لكل اللي بتمنيه ان شاء الله نطلع فاصل ونرجع تاني مع نجمنا بقى بتاع النهارده والمفاجاه بتاعتنا فاصل نرجع تاني